انا قلت لك حكيم يعني مراره الحياه اللي ضاقها الدري، ولا شفتي واحد الفيديو شافوه المغاربه كاملين قال لهم يعني بمعنى انا يو نو واي اي بلاي فوتبول. دابا عرفتوا علاش انا كنلعب كره القدم. دازت ماما وقالت له مشيت تشيلسي ولدي، درت في عربيه شبيه هولنديه. الدري فورا بكى، يعني كان بامكانه يجاوب يقول اي لوكينج فور، ولا انا قلبت على انه نكون يوم من الايام في بطوله بحال البريمير ليج، وان شاء الله مثلا وعدك الوالده انه. قال لا لا، قال الصحفي قال له لا بعرفتوا علاش انا كنلعب كره القدم. هذا الانسان اللي عاطفي ما كيقضي عليه، واللي يعرف ليه غير الانسان عاطفي. وليد عاطف يا خير رضوان، انا كنعرف وليد قبل حتى التدريب، واخا ما تلاقيناش بزاف يعني، ولكن عرفتي داك اللي كتهضر معاه ضحوكي ناشط مبشور مبشور مبشور، فهمتيني؟ الدري طموح ويعرف كيعرف شنو باغي، وكيف في نفس الوقت شخصيته التي تمزج بين الجديه والمرح بامكانها ان تستوعب بعض الكاركتر او العقليات او الشخصيات الموجوده عندنا في المنتخب الوطني، وهذا هو وظيفه منتخب مدرب منتخب رضوان. راه مدرب منتخب ماشي غتجي تعلم الدراري ابجديات كره القدم. اسمح لي، الحضن الحنين خلاها عادل الامام محتاجه تحتضنها في لحظات الوهن، لحظات الضعف ولحظات القوه.